السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، في الاونه الاخيره كثر الحديث عن موضوعه دخول 50,000 باكستاني الى العراق، بس بصفه زياره ومن ثم الى عماله ان يعملون في داخل العراق، او هذا كلام غير حقيقي، او العدد مبالغ به. وايضا حديث كبير وخرجت مظاهرات في بعض المحافظات وخاصه الجنوبيه في حقول النفط حول وجود هناك بطاله كبيره، بالمقابل هناك عماله اجنبيه كبيره. فلهذا ارتئينا ان نسوي عنوان حلقتنا اليوم، وتضخم بالبطالة ووفرة بالعمالة، يعني قصدنا هنا العمالة الأجنبية اللي تعمل في داخل العراق، إن كان دخولها رسمي بموافقات رسمية أو عن طريق فيز متعددة يدخل ومن ثم يتم التغطية من رب العمل أو الشركة المعنية، يغطون عن هذا الشخص ويعمل بالخفاء. من يراقبهم؟ من يحدد هذا يسفر او يبقى بالعراق او يجدد؟ فبالتالي هناك قرارات مشتركه، وبالتالي الثقل الكبير على وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه في قسم العرب والاجانب. ولكن من هو المسؤول اللي يحدد او يراقب عن قرب ويمسك بهؤلاء الاشخاص؟ واكيد الجهة الأمنية وزارة الداخلية على عاتقها مهام كبيرة جدا بهذا الخصوص. حلقتنا اليوم راح تخص هذا الموضوع وهذه الأسئلة المتشابكة مع الحقوقي الأستاذ زيد عبد الكريم نعيمة، معاون مدير قسم العرب والأجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نرحب بك أجمل ترحيب سيدي. حياكم الله دكتور، زحناكم احنا اليوم. لا حاضر، الله يحفظك. ممنون طبعا. شكرا للأخوة في وزارة العمل، دائما ما نطلب منهم ضيوف أعزاء علينا أن يكونون يوضحون الصورة يمكن بها نوعا ما من الضبابية، ممكن من أصحاب مصدر القرار أن يوضحون هذه التساؤلات والإجابة عنها بشكل وافي. أستاذ زيد، يعني دائما ما متعودين احنا بهذا البرنامج اثناء استضافتنا لاي مسؤول في وزاره معينه يعرف المواطن العراقي عن اليه عملهم، ما هي المهام المناطه في هذا القسم، ما هي حدود عملكم في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. طبعا هذا واجبنا كموظفين انه نجي لحضراتكم بقناتكم الموقره وخدمه صالح العام قبل تكون كل شيء. كقسم العرب والاجانب تابع دائرة العمل، تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قسمنا مختص باصدار اجازات العمل للعمال القادمين من الخارج الذين يشغلون او يكونون في شغل خاص او عام في القطر. قسم العرب والاجانب بعدة شعب، كل شعبة مختصة بعملها. هناك شعبة مدبرات، شعبة القطاع الخاص، الشركات، هذين الشعب هن المختصات بالعمل كاصدار الاجايز. الشخص المعني كشخصي او اقصد كمدبرات، كقطاع الخاص، القطاع الخاص الشامل كل شغل قطاع خاص، الشركات، الشركات الاستثماريه، الشركات النفطيه المرخصه اللي تمارس عملها بالعراق. جميل. اذا يعني عملكم هو يختص فقط في الاعمال الاجنبيه في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه؟ نعم، كقسم العرب والاجانب. كقسم العرب والاجانب. نعم. طبعا هو شنو الفرق بين العرب والاجانب؟ اي شخص هو وافد يكون اجنبي، بس كتسميه انه عرب والاجانب، انه مثلا العرب مختصين بالسوريين، الجنسيات العربيه، الجنسيات العربيه خلينا نكون. اكو فوارق يعني بالتعامل مع؟ ابد، لا لا لا، ماكو اي فوارق. خذ شيل العرب وخلي الاجانب. لا بعد تسميه واضحه. اذا انا هذا قصدي من السؤال. نعم. بينه ماكو فوارق، مثلا ما اتعامل ويا العربي بالسماد والدخول؟ لا لا، اي شخص وافد فهو اجنبي يكون. جميل. اكو يعني الحديث، يعني بديتها في مقدمه البرنامج عن تصريح جهه من الجهه الحكوميه في باكستان. نعم. تقول في اثناء زياره، اتوقع هو كان هذا الدخول 50,000 يمكن
أو قبلها ما أعرف. يقول بين دخل 50,000 باكستاني إلى العراق، وهذا شغل شاغل طبعاً بالسوشيال ميديا والرأي العام، وأيضاً انعكاسات أصبحت. تصرح السيد معالي وزير اللي عمل الشؤون الاجتماعية سعد أحمد، قال بأنه راح ندقق بهذا الموضوع، بأنه فعلاً هناك هذا العدد 50,000 باكستاني دخل إلى العراق ولم يعود. دكتور، هو الخبر الداول مثل ما ذكرت حضرتك بالتواصل الاجتماعي، صور ان العدد مبالغ بي يعني انه ما، وهو صدر من جانب الدوله المصرحه. كاجراءات وزارتنا، سيد المعالي المحترم حريص كل الحرص على ان تكون العماله والوافدين في العراق قانونيه. اما انه عمل وزاره الداخليه مشكوره تتخذ اجراءات القانونيه بملاحقتهم بالقبض عليهم ان وجدوا. احنا كدورنا دائره العمل يقتصر على تكييف وضعهم القانوني بالاشتراك مع دائره الاقامه التابعه مشكوره لوزاره الداخليه. دورنا تسليمهم اجايز ان يكونوا وجودهم قانوني بالعمل بموقع العمل. وجود لجان تفتيشيه تابعه لغير اقسام لدائرتنا، عملها هو ضبط العماله المخالفه، اتخاذ اجراءات قانونيه بحقهم. جميل. اذا هي قضيه المتابعه هي تخص وزاره الداخليه. نعم، تخص وزاره الداخليه. احنا حاضرين او كتعاون متابعه، كوجود متابعه موجوده. هو لان وزاره الداخليه اولا منحهم بالدخول. نعم، تم منحهم دخول واختام، بالتاكيد هم يعرفون العدد الحقيقي بالداخل من باكستان او غير الجنسيات، وبالتالي هم مثلا بقضيه الخروج خارج المنافذ الحدوديه. اكيد طبعا، ان كانت بريه او جويه يعني. نعم نعم، اكيد طبعا دكتور. يعني اكو هناك عندكم موضوع هو تصحيح الموقف القانوني للعماله الاجنبيه، شنو هذا الموضوع؟ تصحيح الموقف صراحه هو بدا من يوم 2 تموز لغايه 45 يوم عمل فعلي. طبعا هم مخالفين. هو هذا تصحيح الموقف بتوجيه من مجلس الوزراء. اي نعم، مشتركه به عده دوائر واقسام، دائره الضمان، دائره الاقامه، الدوائر الامنيه المختلفه، دائره العمل. بدائره الاقامه من الساعه الرابعه عصرا حتى العاشره مساء. الصراحه دكتور، هي هذه النافذه الالكترونيه منصه اور. هي عن طريقها يفتح الرابط، يكون التقديم، ومن خلال المراجعه تكمل اجراءات المعامله. هذا سيكون اخر تصحيح موقف للعماله الاجنبيه المخالفه لقانون الاقامه. من بعدها ستكون هنالك عفوا لجان تفتيشيه مشتركه مع الجهات المعنيه والجهات الامنيه ودائرتنا، تتخذ الاجراءات القانونيه الصارمه بحق العماله المخالفه. جميل. يعني هسه انتم صححتوا موقف للناس اللي عندها تجاوز على وقت الدخول في العراق. اي نعم، المخالف، اي عامل مخالف موجود في العمل، عامل او غير عامل، لو فقط العامل، العامل فقط. عامل فقط المخالف، تصحيح الموقف يشمله. جيد. يعني انا ايش قصدي؟ يعني هذا هم يشمل المواطن اللي انا مثلا من دوله فلانيه اجيت العراق بفيزا معينه فتره شهر. نعم. لكن جاوزت الشهر، هو يعتبر مخالف. بس هذا مو عامل، انا جاي مو عامل. شنو العد؟ يعني انا جاي سائح مثلا وتاخرت. دكتور، اغلب العمال المخالفه عن طريق السياحه. يكونون يعني عن طريق سياحه ويجي هنا يشتغل، خلينا نقول بالعاميه. بلى. رب العمل للاسف يستقطبه يدخل العمل. صح. عدم وجود يعني شيء قانوني وجوده. لا اصدار هويه عمل، يكون نعم يكون وجوده مخالف. جيد. تمضي عليه الايام، اذا اصبح مخالف. هذا القانون راح يشمله، او هذا التصحيح الموقف راح يشمله. جيد. نعم. يعني انتم يعني شاهدتوا او دققتوا بان هناك اعداد كبيره؟ اكيد هناك اعداد كبيره، اللي حتى لحد الان اللي قدموا، ومئات الاشخاص اللي قدموا، سلمنا بعض الاشخاص، ولا زال الرابط مفتوح بامكان اي مواطن. لحد يا فتره؟ لحد فتره الشهر الثامن، 45 يوم عمل من تاريخ 2 تموز. 2 تموز؟ اي نعم. 2/7 الى 45 يوم. يوم عمل مستمر يعني. من الاربع مساء الى 10 مساء.
جيد. طريقه سلسه دكتور، دخول على الرابط الالكتروني بين السطور، تقديم المعلومات بصوره صحيحه، يتاكد من الموظفين مشكورين يبعثوا له رساله انه دخلت المعلومات بصوره صحيحه، يتاكد من عندها، يفتح الار كيو، يراجع من بعدها، انه وقت مراجعه يراجع من بعدها كم الاجراءات. زين، هذا يقع على عاتق رب العمل لو نفس الشخص؟ رب العمل انه الشخص اللي انا اليوم اشتغل يم شخص عراقي، الشخص العراقي هو يقوم باجراءات. نعم. اكو عندكم لقيتوا مخالفات؟ موجوده المخالفات، موجوده نعم. هنا احنا لما فتحنا له مخالفات اذا بعد 45 يوم وما انا مثلا عندي كعامل اجنبي ما راح تجددت، شلون راح منو يراقب؟ منو يتابع؟ منو يوجد هؤلاء الاشخاص اللي هم مصرح ان يبقون واللي ما مصرح لهم؟ وشنو انا انت المعلومات او هل هناك هويه مثلا معينه فشيء رسمي من وزاره العمل حتى يعرف اني محدث بياناتي وانا عندي اجازه؟ شنو اكيد دكتور هو من خلال اجراءات يسلم اجازه عمل يعتبر وجوده قانوني. اجازه عمل للمعني، للمعني المخالف يعتبر وجوده قانوني. من بعد ينغلق التصحيح، وجود هنالك وجود لجان تفتيشيه مشكله من قبل دارتنا، من قبل الدوائر المعنيه، الدوائر الامنيه، تتابع بشكل مستمر الاشخاص المخالفين، هنالك عقوبات، هنالك اجراءات صارمه بحقهم. شو سويتوا جولات يعني قبل هذا القرار؟ يعني انتم تعرفون الجنوب يعني مملي من الشركات النفط والابار، صارت عندكم لجان تفتيشيه مفاجئه وجدتوا هاي الحالات؟ اللجان التفتيشية مستمرة سواء من عمل دائرتنا أو من دائرة العفو من وزارة الداخلية، مستمرة بالقطاع الخاص، مستمرة بالشركات، دائما هناك وجود لجان تفتيشية، والدليل أنه دائما نسمع أن تم إلقاء القبض على كذا أجنبي، تم تسفيرهم، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. على هذا الأساس أنت اليوم تشوف هنالك إقبال بتصحيح الموقف، ولا زال الإقبال مستمر. جميل. هسأني رب عمل، نعم، احتاج الى عمال، شنو الاليه حتى اقدمها لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه حتى ممكن استقطب عمال لمصلحتي الخاصه؟ كقسم الاجانب كاستقدام الشخصي والقطاع الخاص او الشركات. هسه نحكي على القطاع العام. القطاع الخاص. العفو الخاص. كرب عمل. اي. الدائرة حريصة متمثلة بالسيد المدير العام المحترم على الوزير المحترم، الاستخدام يكون عن طريق وفق شروط أي واحد، إحنا مو أي مثلا شخص نجيب عامل للبلد، هنالك فرض كشهادات خبرة مصدقة من قبل وزارة الخارجية، وإن كانت موجودة يشترط على الشخص المستخدم بالمشروع كمطعم أو غيرها من المشاريع يدرب العامل العراقي. الشيء نعم، الشيء المهم مثلا اذا جبت عفوا ردت مطعم بالمطعم شيف، لازم يدرب العمال، يدرب العمال والشيف حاصل على شهاده خبره مصدقه من وزاره الخارجيه. أه. بالاضافه الى هذا والاهم هو تطبيق قانون 50% مقابل العماله. اليوم انت حضرتك تريد 10 عمال بالمطعم مقابلهم الشغل 10 عمال عراقيين بالمطعم، شرط 10 ب10؟ 10 ب10 اللي هي نسبة 50 ب50. 50% من العمالة الأجنبية. أنا ما أحتاج هذا العدد. ما ممكن إنه تستخدم ولا ما تعطي إجازة؟ ولا راح نعطيك إجازة ولا نعطيك أي موافقة. الغرض منها تشغيل. تشغيل البطالة العراقية الموجودة للشباب العراقيين، ها، والشاب العراقي إذا رفض هذا العمل عندنا قاعدة بيانات موجودة بها الأسماء العناوين. اذا رفض العراقي ممكن انه غيره، ما مجبورين احنا نعطيك موافقه. اها. اي نعم. جيد. زين، اذا هناك مثلا صار تجاوز من قبل العامل على العمل مثلا بالعمل، رب العمل تستر عليه، ولكن اجت الشكوى من احد العمال قال لكم يا ابو هذا العامل تجاوز او مثلا اشكاليات سوى ممكن ضرب المصلحه العامه، شنو اجراءاتكم انتم بهاي الحاله؟ العامل المضمون، العامل المضمون يتمتع بحقوق ترى الضمان العراقي. اها. نعم. الاجنبي. اي نعم الاجنبي. اللي مثلا مثال
لا سمح الله ان وفاه الاجل ان عائلته بالخارج يستحق الراتب التقاعدي من دائرة الضمان، دائرة الضمان التابعة لوزارتنا. فيتمتع نفس الحقوق او الامتيازات اللي يتمتع بها الشخص العراقي العامل المضمون. وبعد يعني اي امتيازات راح يتمتع بها اذا رب العمل بطل العامل الاجنبي؟ نعم. وين يروح هذا؟ ما يقدر يبطل، ما هو محسوب عليه وراح يكون كفيله. نفرض هسعاني بطلت قلت خلاص يتعرض المساله قانونيه رب العمل اكيد. نعم، ما هو الاجازه من راح تصدر على اسم المشروع. بل ايه؟ بس انا التفت الحاجه له خلص عمل وياه ما يقدر. وين يروح انت اليوم بهذا المشروع؟ انت باقي بهذا المشروع، عملك وكفالتك فوق هذا المشروع. اكيد صارت عندكم اشكاليات بهذا الموضوع؟ لا تخلو من الاشكاليات، لكن يمكن نادره جدا، يعني بسيطه جدا. احنا الدكتور الغرض منها هاي الشروط اللي ذكرتها قبل شويه، صراحه العامل اليوم الاجنبي يزاحم العامل العراقي بالعمل بالسوق. فمن راح يكون هنالك شروط وضعت على رب العمل راح يضطر الى تشغيل العامل العراقي. نعم. اذا تقول 50-50 يعني أن يكون 10 منا و10 منا هذا شيء جيد. هذا شيء يعني لازم يكون. زين هذا بالنسبة للقطاع الخاص، الشخصي. أنا أريد مثلا أجيب مدبر، أجيب معين إلي. الشخصي هنالك شعبة تابعة للقسم، شعبة المدبرات. الاستخدام الشخصي يكون أيضا وفق شروط. أن يكون العراقي لديه المقدرة المالية لغرض دفع الراتب للعامل أي يكون وفق الدولة، خلينا نقول، أو عنده إيراد. زين هذا الشرط. هذا يعتمد على راتبة مثلا؟ على أكيد راتبة. على بالبنك إيش قد عنده؟ لا يعتمد على راتبة، خلينا نقول فتشي يؤيد راتبة مقدرته المالية. زين بالنسبة للمعين هنالك وجود تقرير طبي مصدق من مستشفى حكومي حصرا. غير هذا الشيء انه ما يحصل على اجازه عمل. بهاي الحاله هو المواطن يتفق ويا شركه مثلا. نعم. او هو يقدر يجلب هذا العامل الاجنبي او العامله، بالتالي انتم فقط قضيه اداريات. احنا اداريات. نعم. تاخذون مقابله مبالغ؟ عفوا دكتور، الشركه المرخصه، الشركات التابعه لوزاره العمل المرخصه يكون العامل بكفالته. بعدين يحولها بكفاله العراقي. طبعا هاي موافقات امنيه. ما صح. تحول اذا موافقه امنيه. المبالغ اكيد انه مبالغ استخدام وضعت من قبل الوزاره يدفعها الشخص كاستخدام شخصي او كقطاع خاص او شركات. جيد. هسه راح نحكي عن الفلوس. نعم. استاذ زيد، يعني انا هسه من جاني كعامل اجنبي دارد اشتغل بالعراق. نعم. الوزاره تاخذ مني فلوس؟ لا احنا ما ناخذ من الاجنبي. احنا ناخذ من العراقي. اللي رب العمل. رب العمل. نعم. احنا ناخذ من عنده المبالغ المستحقة قانونيا لغرض ايرادات الدولة، خلينا نقول. ايش قد يدفع مثل للعامل واحد؟ لا دكتور، احنا عندنا كاستخدام كطلب استخدام مليون، وكتسليم اجازة 250 مليون شهريا؟ لو لا عفوا مرة واحدة. عفوا طلب. انا اليوم استخدم عامل استخدام طلب الاستخدام بمليون فقط لمرة واحدة. فقط لمرة واحدة. جيد. وتسليم الإجازة 250 ألف كدائرة العمل والتدريب المهني فقط. يعني فقط. بعد من يشتغل هذا العامل يجدد ورا سنة يجدد سنوية. سنوية نفس جدد. القضية هم نفس طلب نفس وكذا. نفس القضية. إذا مليون و مليون وربع. مليون وربع كل خاصة سنة خاصة بدائرة العمل. كل سنة من رب العمل. كل سنة. ما له علاقة بالدوائر الأخرى اللي ما له علاقة بالدوائر الأخرى. ده شوف اكو اقبال؟ اكيد موجود الاقبال. موجود الاقبال لا زال مستمر. رغم هذا المبلغ مضاعفته وكذا؟ اكيد. اللي هو كان 100 يمكن. اي نعم. صار مليون. صار مليون. واكو اقبال. اكيد موجود الاقبال. ايش تتوقع شنو السبب يعني؟ يعني هل هو مثلا عدم ثقة بالعامل العراقي؟ لو رخص العامل الاجنبي، عفوا مو رخصة يعني كيان، رخص اجوره. لا مو عدم ثقة بالدكتور بالعامل العراقي، بالعكس احنا اليوم عندنا مهارات جدا عالية وطاقات شبابية جدا عالية بالوطن. احنا من نفرض على قطاع الخاص
نسبة 50%، إذا مجبر رب العمل إنه يشغل عراقيين. صح. هنا تحققت نسبة. بالنسبة للشخصي، العوائل العراقية تستخدم كمدبرات منازل. صحيح. من دول الأفريقية والدول المعنية بحثا آخر كمدبرات منزل، هذا شأن آخر. بالنسبة للمعين أيضا، الشركات المرخصة توفر كبار سن، رعاية كبار سن أيضا، هذا بحث آخر. إحنا اليوم ما نجبر العراقي أنه يشغل مدبرة منزل أو يشغل معين للمريض لك من أي دولة أو أي جنسية، هذا بعد شأن العراق وشأن شخصي. جيد. شلون تصدرون إجازات العمل؟ إجازة العمل إحنا اليوم بالنظام الإلكتروني، خلينا نقول، أو ثقافة إلكترونية. إن شاء الله تتحول إلى حوكم. يعني هذا المفروض أن يكون. التقديم إلكتروني، تبقى بس المراجعة، مراجعة سلسة بالقسم. بالاستمارة مثلا يسحب الاستمارة الإلكترونية من المعلومات ويقدمها الموظفين، هذا عملهم بعد راح يكونون به. احنا صراحة حتى يوم السبت نداوم لغرض انجاز المعاملات. اي نعم. توجيه من السيد المدير العام المحترم والمعالي الوزير المحترم. حتى يوم السبت نداوم، لان تعرف لود العمل. تمام. فنكون على اسبقية بانجازه. يعني بهاي الحالة يعني انتم دواركم تشغل ما عدا الجمعة. اي نعم. احنا اليوم كان دواماتكم. شو طلباتكم باليوم قاعد تجيكم طلبات؟ هواي يعني ما حسبها، ما نعرفها. انا اذا بدي اراجعكم شلون الاليه حتى اراجعكم؟ تقدم الكترونيا، موجوده اي رابط الكتروني، عفوا اي مكتبه او حضرتك بالجهاز الشخصي تدخل على الرابط. نعم. هي منصه اور او منصه مهن. هاي يعني لها ارتباط بيكم. اكيد. نعم. يعني مو فقط يعني تابع على مجلس الوزراء. لا 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 لا، احنا الدوائر المعنيه تجي. الدوائر المعنيه نعم، وفق الرابط الالكتروني تسحب الاستماره. بقت الاجراءات هاي لنا، بعدها نخاطب الاقامه، نخاطب الجهات المعنيه، جهاز المخابرات، ينطون الموافقات الاصوليه. طبعا اذا لم تكن هنالك موافقه امنيه او وجود مؤشر امني على العراقي او العامل لم يسلم اجازه العمل. اكو مواصفات مثل الشركات معينه تطلبون لجلب العمال الاجنبيه؟ مثلا كل من باختصاصه، مثلا ابو مطعم يختلف بالتاكيد، ابو شركه نفطيه يحتاج فنيين يختلف اكيد. اكو مرات شركه هي تجيب لك تيم كامل وتقول لك هذا اريد اشغلهم. انتم شلون تتعاملون ويا هاي المخالف؟ يعني لا دكتور، عفوا دكتور، شهادة الخبرة مهمة جدا، تطلب من رب العمل أن يجلبها، تكون مصدقة شرط من وزارة الخارجية. من بعدها بعد احنا عملنا شو ندز بها صحة صدور كذا. مو أي واحد يستخدم. اليوم أنت عندك مطعم أو شركة وردت بها عامل أو شيف، خلينا نقول إذا لم يكن هذا الشخص متمرس يمتلك شهادة، ما ننطي موافقة، ونفس نفرض عليه الشروط السابقة. هسه شوف الشركات النفطية. نعم. أغلبية عمالهم من الأجانب. نعم. لكن شوف العراقيين قليلين. لا دكتور عفوا، عندك على وجهة نظر الناس. أكيد. نعم. عند نعم. هنا دا أقول لك وجهة نظر الناس. عمل قسم الأجانب غير هذا الشيء، ينطي 50% مقابل 50% عمل عراقي. يعني هسه اذا رحت الان الشركات الاجنبيه بالبصره. نعم. او في ذي قار او في بعض المحافظات، القى 50 عامل اجنبي وفني مثلا نقول. نعم. مقابل 50 عامل عراقي؟ اكيد. اذا كانت مرخصه إيه؟ وتستلم جائز عمل، شرط ان يتوفر هذا ال 50%. هسه انتم هاي الفتره هم رحتوا شفتوا الشركات الاجنبيه؟ وانت اكيد ضالع، انت معاون رئيس قسم، يعني شفتوا اكو مخالفات؟ قسم الاجانب ما يروح، عفوا ما يذهب لجان تفتيشيه، ممكن غير اقسام اجراءات تفتيشيه تمارسها. وصلكم تقارير اكو مخالفات موجوده؟ دكتور عفوا، لولا وجود مخالفات لما فتحت تصحيح الموقف. عندنا سؤال الاخوه دي يقولون هذا مهم، تتوقعون اكو زياده بالعمالة الاجنبيه؟
رفق هالتسهيلات مثلا انتم سويتوا 45 يوم حددوا موقفكم وسويتوا مثلا فتح لحد الان على مصراعيها لكل الشركات لكل شخصي كان او الشركات الخاصه جيبوا عماله ما عندنا مشكله ما عندكم سقف يعني معين قبل يجوا لك بالملايين يعني صح ولا لا وشنو انا اذا انا رب عمل ادفع بالسنه مليون وربع على شخص راح يمشي الشغل وارخص عماله بارخص اموال مقابل عقيق اللي قاعد يتبطر علي ويريد فلوس ومرات بالعامي يقول يسخت طب انا اجيب واحد بنغالي يشتغل من الصبح العصر ولا يقول خلاص وشوفه بالمستشفيات الاهليه نعم بكثافه حتى بيا بالحكوميه فهذا هل هو المفتوح يعني الموضوع مفتوح غير محدد بعدد معين صح يعني انتم هسه يعني هذا السؤال مفاجئ صار وهي تحدد الوزاره بالتاكيد والحكومه العراقيه لكن هل عندكم جواب له هل محدد بعدد معين يبقى مفتوح هذا الموضوع دكتور هو الغرض من تصحيح الموقف ليس باخبارهم للرب العمل او الاشخاص بالاستخدام لا هو تصحيح الموقف فقط المخالفين الموجودين صحيح غير هذا الشيء نعم لا بان اقول هاي تسهيلات حلوه جميله من الحكومه العراقيه بانه اكو ناس حق ناس تشتغل يعني خاصه الاخوان السوريين نعم. يمرون بازمه فعلا ثقيله وهم اصلا استقبلوا العراقيين في ازمتهم نعم والاف العراقيين سكنوا سوريا وهذا من واجبنا احنا كعرب ومسلمين ان نستقبلهم ونخليهم على راسنا لكن اكو بعض الدول انت تجيب ضخ بالعراق هذا راح ياثر ويكون بطاله بالعراق هسه انت تقول فعلا مثل ما تفضلت 50-50 10 منا لكن هذا ايضا راح ياخذ من حصه كثير من العراقيين هم الان جالسين ويدورون رعايه اجتماعيه صح ولا لا؟ نعم انتم هنا راح يبقى هذا الموضوع على مصراعيه مفتوح لو عندكم عدد معين كتصحيح موقف لا دخول العماله الاجنبيه دخول العماله ما احنا رابطينهم بنسبه 50% انت اليوم الشغل 50% عراقي تريد تجيب تستخدم وفق شروطنا احنا البلد دخلت بعماله اجنبيه تكون تمتلك شهادات خبره ما عندنا اي مشكله بها اها العامل الاعتيادي البسيط هذه بحث اخر للاسر العراقيه انه انا اليوم اريد اجيب لك منظف. خب ما اجيب عنده شهاده لا علوم الحياه بالاضافه الى الشركات المرخصه هي جزء من يعني من مو من عمل كدائره العمل بس هي شركات مرخصه من قبل الوزاره هذه شركات الاستخدام ايضا عملها باستخدام العاملات او المعينين وفق شروط صح ايضا تحققها ما عندنا اي مشكله احنا بس احنا اليوم عفوا ما نريد هذا الشيء يخلق بطالة يزاحم العامل العراقي. هو هذا راح أرجع لسؤال مهم جوهر في الربع في البارتي الأول من العنوان الحلقة هو التضخم العمالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللي هي من اختصاصها هذا. قدمت للمواطن العراقي حتى تقضي على قضية اسمها البطالة يعني هسه إحنا بنقول تضخم كان قبل سنوات تضخم بشكل كبير بصراحة الآن اكو تضخم لكن مو بذاك المستوى اللي شفناه قبل سنوات. وتتطلع الرعايه، وانا ادري اعرف بان وزاره العمل اشتغلت على اساس بانه نفسهم اللي مقدمين على الرعايه الاجتماعيه على اعانه راح يتحولون الى عاملين منتجين حسب خطه الوزاره. شلون انتم قدمتوا كوزاره عمل وشؤون اجتماعيه للقضاء على هاي الافه؟ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبعا من الوزارات المهمة. اكيد. كدائرة عمل وتدريب مهني توجد فيها عدة اقسام دكتور صراحة انا اليوم راح يمكن اتجاوز لا ضروري بعد هسه انت عندي ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. اي نعم انا سابقا طبعا مدير مكتب مدير العام مطلع على كافة اقسام الدائرة ومحاورها. يوجد قسم القروض قسم التدريب طبعا اقسام رياديه اقسام انتاجيه كبيره جدا. اليوم الاخوه الاعزاء الموظفين مدراء اقسام هذه اللي ذكرتها قبل شوي سلمت
بالنسبة لقسم القروض هنالك قروض ميسرة للفئة العاطلة عن العمل الشباب، وجود مشاريع مرخصة، وجود مشاريع مستوفية جميع الإجراءات القانونية، سلمت مبالغ 20-50-30 مليون نعم بدون أي فائدة. كثير من الناس استلمت صراحة، كثير من الناس والشباب العاطلين عن العمل سلمت هذه المبالغ، فتحوا مشاريع. عندنا أقسام التدريب، توجد شباب حاليا يتدربون على أكثر من ورش، جميع الورش اللي تخطر على بالك موجودة. بس هي ما زالت أعداد، يعني أعداد لا يستهان بها من البطالة. أكيد هذه الأعداد طبعا من اللي يحددها وزارة التخطيط تحت خط الفقر. اي هاي راح تشمل الرعاية طبعا. جميل. هاي دوائر الرعاية التابعة لوزارة العمل، وزارة العمل هواي بها مفاصل، هواي بها دوائر. احنا نقول كأفراد، كأفراد بالعائلة، شباب مثلا ياخذ إعانة، بس هذا بإمكان عنده طاقة، شلون شلون راح تستثمروها؟ القروض انه تستغني عن راتبك، راتب الإعانة، تسلم قرض راح تفتح به مشروع انت. اها ويستوقف. طبعا يستوقف. انت راح تسلم مبلغ نقول مو هين 50 مليون صحيح بدون فائدة، شوف مشروعك بعد بالضبط، تفتح مشروع، تسترزق من عنده، تشغل بيه عمال مضمونين شرط وسجلون، انت راح تشتغل وشغل الاخرين. احسنت، يعني هذا ضمن قاعدة البيانات اللي عندكم يعني. اكيد 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 لازم. زين الشركات مثلا اللي هو 10% 10-10 نقول او 50% نعم 50%. العمال من يجيبهم؟ من هم ابو الشركه؟ لو انت تفرض على الشركه نفرض عليه، نفرض عليه. احنا عندنا قاعده بيانات، كل من على حسب اختصاصه، كل من على حسب اختصاصه. ان رفض انه يوجد هناك رفض من قبل العراقي وليس رب العمل، من قبل العامل المسجل لدينا، نشوف عامل غيره، مو من حق رب العمل انه هو يجيب العامل. واذا اساء مثلا العامل شو وزاره العمل شو تتعامل معه؟ اكيد اكو يعني اساءه بالعمل، يعني رب العمل قال لكم يا ابا هذا الشخص اساء بالعمل، انا ما اريده. اذا وجدت براهين وادله ثبوتيه اكيد هاي يعني قانونيا طبعا تتخذ اجراءات القانونيه بحق الطرف المعني. زين انا مشتغل ويا صار مثلا 5 سنوات رب العمل، نعم طردني، مو من حقه يطرده. هسه خب قال لك انا خسرت الشركه مالتي، انا دا اشتغل وخسرت، هذا انا هم ماتين يحسب لي تقاعد، يحسب لي فتشي يعني، هو اطلعك وشو ماكو بعد يعني شغلني. دكتور عمل دارة التقاعد والضمان هي مختصه بهذا الشيء، لا يشغل عمل اذا لم يكون هناك مضمون. اليوم الثقافه مع الاسف لدى العامل قليله، محدودة، محدوده بسبب التسليط الاعلامي ضعيف اكيد. صحيح. اذا لم يضمن راح يعرض نفسه للخطر. شنو حقوقه بالله؟ هاي دائره التقاعد والضمان راح تجاوبك فيه، حقوق طبعا كلش جيده. هي تقاعديه؟ اكيد راتب تقاعدي. وفق الخدمه؟ طبعا نهايه الخدمه يعني تقاعد. يعني حال الموظف المدني؟ اكيد حال المتقاعد. واقدر مثلا اخذ منه مثلا الحوافز مثلا ابو الشركه ما يمنحني الحوافز، وين راح اشتكي انا كعامل؟ دائره التقاعد والضمان، دائره العمل تمتلك اقسام قانونيه، وجود موظفين قانونيين صراحه يجيبون حق العامل على اهب الاستعداد. جميل ممتاز. يمتى تسفرون العامل الاجنبي؟ شنو الاسباب حتى تسفر العامل الاجنبي؟ العامل الاجنبي اليوم رب العمل او الشخص العراقي يراجعنا يقول مثلا انه خلاص انا هذا العامل الاجنبي سفرته سقط لي الاجازه عنه، نقوم باجراءات تسليم الاجازه، يسلم الاجازه ويرفع اسمه من قيد في قاعده البيانات. اي نعم، حتى لا يكون سابق عفوا مستقبلا من يريد يستخدم لا يوجد اسمه بالقيد لدى قاعده بيانات تابعه لدائرتنا. يعني انتم ما تحاسبون ابو الشركه يقول لك انا خلاص ما اريد اسفره، مباشره تسفروا انتم باتفاق يعني مع الاقامه؟ هو يخلص اجراءاته بالسفر من وزاره الداخليه او من المطارات، احنا فقط انه يسلمنا الاجازه ونشيل اسمه من قاعده البيانات، نرفع القيد عنه. نعم. الشركات الكبيره
تريد تفتح وياكم مثلا تواصل، تريد تجيب اعداد يعني مو 10 20 بالمئات مثلا، وخاصه الشركات العملاقه شلون تتعاملون وياها؟ شو تطلبون من عندها؟ نفس الآلية يحقق ال 50% شهادات الخبره، ان لم توجد احنا ما مجبورين نعطيهم عمل. هذا الشيء ان لم يكن ستكون عفوا هنالك بطاله بالعراق. احسنتم. طبعا قبل عندنا ما تبقى وقت قصير. نعم استاذ زيد. نعم. عندنا للترعيه العام طبعا راح اتحدث في موضوعين مهمه، هي خدمه للناس. وهي موضوعين طبعا مشابه آلاف الشوارع الموجودة في بغداد وإلا في المحافظات. كلنا أهل بغداد نعرف إذا نزور مستشفى يصير عندنا حالة معينة ونروح مستشفى الشيخ زايد، إن كان في طريق الذهاب أو الإياب، كان من ملعب الشعب باتجاه الأندلس أو من الأندلس باتجاه ملعب الشعب. مستشفى الشيخ زايد هو عبارة عن مستشفى طوارئ، حالات الطارئة يذهب الناس إلى كموقف سريع، علاج سريع إن كان حالة مستعجلة وطارئة. هذا الشارع وللأسف جد يمرون عليه وزراء ومسؤولين إن كانوا في مجلس المحافظة أو المحافظ وباقي المسؤولين ما شاء الله عليهم. احنا بالعراق يمكن إذا عبرنا بعد 10 سنين راح اشوف ربع الشعب العراقي مسؤول، لان دورات حتى يمكن ما يكملون دوره البرلمانيه او دوره مجلس محافظه ويصير الانتخابات ويجونا مسؤولين. هاي ناهيك عن اولاد المسؤولين اللي دا يفترون بشكل عجيب غريب. هل بها الطسات الموجوده انا اتوقع ابو الكسور يزداد الكسر مالته، والبي جلطه يصير تخثر اكثر بدماغه او قلبه. يا اخوان عم لا تبلطوا، سووا سبويس، شيلوا التبليط القديم سووا سبويس. والله هسه احنا مال المطر، احنا ما يصيرنا مطر حتى يصير مي وهاي العجينه يصيرها. عمي بس شيلونا الطسات دمرتوا العالم. والله يا محافظه بغداد، يا امانه بغداد، هسه المحافظه اطراف البلديات لكن امانه بغداد بس تاخذون جباية والبيت إذا يشيل ياخذ من عده ومن البايع ومن المشتري، دبلط الشوارع. يا اخوان في الجهد الخدمي والهندسي الحكومي تعاونوا بيناتكم وسووا هذا الشارع، هذا حيوي. كذلك نفق قناة الجيش اللي هو مباشرة، طبعا انا ما كل الشوارع هي كل الانفاق تعبانة بشكل، لكن الاتعب والاتعس النفق اللي هو قرب وزارة الاتصالات واللي يذهب باتجاه القناة والجسر اللي فوقه يذهب باتجاه معارض الحبيبية. مأساة حقيقية. طبعا احنا نعرف الأسباب، حتى لو يتبلط تجي التريلات الحمولة الضخمة وتهدم ما يتم تبليطه. هسه احنا بس خلونا واحد تبليط وخلوكم هذا يصاب، خلوكم شيء السيارات الشاحنات تعبر عليه، يعني لا السيارة يومية لازم انت تروح للسمكري، يمكن متفقين الحكومة العراقية وهي السمكري حتى يفلش سيارات العالم ويشغلون السمكرية، هذا الصدر وكذا والتفاصيل. فهي رسالة للإخوان موجودين في أمانة بغداد وفي اللجان التابعة إلى مجلس الوزراء وأيضا الجهد الخدمي والهندسي، جهود مباركة لكن نحتاج هاي الشوارع المهمة. وهذا احنا ما يعني او ما يعني ان احنا قناتنا اللي جزء من الحكومه، يعني خلينا نكون واقعيين، مجلس الاعلى للاسلام العراقي واحد ممثله الدكتور رمضان حمودي في الاطار. هذا ما يعني انا اروح دائما اهلهل واكبر من هذه الحكومه، لا، اذا اكو اخفاقات لا ما يوقفنا احد. اكو جهود رئيس الوزراء، اكو صحيح، اكو حكومه اطاريه تشتغل صح، لكن اكو بعض الملفات باخفاقات. يعني شنو انا افتح جسر قرطبه ورا شهر اسده ويا شكو يابا اكو طسات،
عدلوها واشوف لك بنت تنزل على باب الشرجي اكو مطبات. فاتوا ملايين. هي مو نول. هي شنو هاي الشركه؟ يمكن 10% من المصرف مالتها تكون تبني مجسر اخر. رجعتوا على العقود؟ كنتوا واضحين مع الشعب العراقي؟ قلتوا يابا هذا العقد مال الجسر كلف كذا مليون كذا مليار. حتى احنا نداول بالاعلام نجيب الشركات المعنيه قول يابا هذا فعلا يكلف هالشكل، كل من على اختصاصه. هسه انا ما ادخل بيه عمق لان مو اختصاصي. شكرا جزيلا لكم، بدنا تسوون تخفيف عن الزخم. وهسه الناس بدات تستبشر، اكو ضوء يعني، اكو امل، اكو هناك عمل فعلا حقيقي. بدي اشوف اكو رجال تشتغل وتروح وتجي. ويبقى الاخ زهير ما ادري شو اسمه ابوه يعني، حتى الناس كلها حتى اطفالنا بدات تعرفه اللي هو متهم بقضايا وكذا. طلع هسه القانون ما نقدر نتجاوز، احنا سلطه القانون على العين والراس. نور زهر ذكرتها هسه، هذه العلامه الفارقه صارت بالوضع. شلون طلع شلون رجع، شلون ذاك اليوم كتاب برئاسه الجمهوريه تفرج عن شخص مصرف ما ادري الشمال ما ادري مصرف شمال اعتقد بافراج كونه مريض وعمره 65 سنة. شايف اخوة شنو؟ شغل بوك، شغل اختلاس، ما ادري كم مليار. عمي وضحوها للناس. نصيحة وضحوها للناس. الاخفاقات ميناء او 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 انبوب العقبة. احنا اسفين استاذ نور اخذنا من وقتك. لا زيد مو نور. استاذ زيد. لا لا ان شاء الله انت في امان. والله يا نور سويت دفنك. الله يبارك عليك. الله ان شاء الله اكيد ان شاء الله. البفلس بالقاف الامين. الحمد لله. بتاعتك. الحمد لله. ميناء العقبه انبوب مد ميناء العقبه صار لغط علي كثير بصراحه. يعني المفروض من الحكومه العراقيه من الجهات المعنيه وزاره النفط تطلع بتبرير واضح. ليش تخلي الاقلام تكتب؟ وليش تخلي الفضائيات تتحدث عن موضوع ممكن العراق على حق، الحكومة العراقية على حق، ولكن إذا سكتت الحكومة فإذا الأقلام والفضائيات هي على حق. بعض منهم يقول يا ترى هذا الأنبوب يوصل لكركوك، هو أصلا قديم وماخذين بالموازنة الثلاثية مبالغ راصدينها حتى تعمره وتعيد الحياة. ومن بعد كركوك اي دوله تريد تشارك بايصال النفط ك مو فقط البحر يعني انا ولا جيهان اللي مغلق هسه حتى يعني تكثر الصادرات باتجاه الدول حتى لا يكون منفذ واحد او منفذين ممكن في اي حدث معين بده يمر بالدوله العراقيه ان يغلق حتى تكون منافذ هناك منافذ بديله. لكن الاقلام اللي قاعد تقول بانه لا بعد 20 سنه الشركات اللي العراق يدفع فلوسها وتكون معامل وتفاصيل ومصفات تكرير في مصر وفي عمان هاي راح تبقى ايراداتها للدول ذات الشأن اللي هي اصلا احنا نصرفها من فلوسنا وتبقى لهم بعد 20 سنه راح تبقى لعمان والى مصر واحنا نبقى نطلع عمان الاردن باسعار تفضيليه ب 16 دولار مقابل ان البرميل صار ب 81 دولار برنت البصره مثلا. ومن يقول لك احنا النفط واحنا دوله ريعيه طبعا صرنا، من يقول لك النفط راح يبقى على هذا السعر؟ ممكن ينزل. حتى انه بالرواتب ما راح نسلم عليها. من الموازنه التشغيليه تبقى تضعف تصبح الاستثماريه تصير تشغيليه حتى لسد العجز من كل الموظفين. ابحثوا عن منافذ بديله. عمي جزاهم الله خير العتبه. أمانة الله العتبة قاعد تشتغل صح، قاعد تسوي مزارع ومن الصحراء قاعد تخلق لنا زراعة للعراقي ما شاء الله. احنا الحكومة قامت يا بساتين موجودة شيل البستان شيل النخال حولوها إلى سكنية والعاقبة للمتقين. نعتذر جدا أخذنا من وقتك أستاذ زيد. شكرا لك. شكرا لحضورك. الله يحفظك. شكرا لكل المعلومات اللي قدمتها لنا. حاضر. اشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ زيد عبد الكريم نعيمه معاون مدير قسم العرب والاجانب في وزاره العمل. شكرا مره اخرى. اذا مشاهدينا الكرام مشاكل هواي
والحديث متعب. نتمنى من الله التوفيق وحسن العاقبة. تقبلت حياتي أنا وأدعو مقدم البرنامج حازم الحرب. ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء إن بقينا. في أمان الله.